في كرمكم لا تناسي شهدت على خيرك تعود كفيت مو خالد وكفيت بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عليه نتوكل منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام الخالدة فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من ميدان التلة، نحييكم من مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ثالث أيام هذا المهرجان حيث ننطلق مع فئة عمرية جديدة ومع سن اللقاية وانطلاقة مسافة 5 كيلومترات و30 شوطا رصدت في الفترة الصباحية عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة ياس الرياضية وقناة دبي ريسينج. نرحب بكل الحاضرين هنا في ميدان التلة كما نرحب بجميع المتابعين عبر الهواء مباشرة. هكذا أيها المتابعون جميعا أعلنت أول انطلاقات هذا الصباح، أول تحديات هذا اليوم في سن اللقاية والشوط الأول الخاص بالأبكار اللقاية المحليات الأصايل من هجن أبناء المنطقة تشجيعا ودعما لهم. هنا تسعيرة هجن الرياسة الرابعة المرافقة لهذا المهرجان. على البركة نسير مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، والصدارة الأولى والمركز الأول مع دانه لمصبح بن علي بن عبد الله المسافر يقدم لنا دانا على المركز الاول، بينما المركز الثاني وصلت ايضا اللي هي تاتي عبد الله بن حسن بن احمد المرزوقي يقدم لنا بلابل خذت المركز الثاني. المركز الثالث الوصول على ثالث المراكز ايضا من يتقدم وياتي من الزاوية الاخرى، بينما الوصول هناك من خلال هذا التواجد وهذه غزوة علي بن سيف بن علي بن ضحاك الشامسي يقدم لنا غزوة في هذا الغزو المكثف وفي هذا الانطلاق القوي. ولكن هناك من تتدخل في هذه اللحظات، من تصل في هذه اللحظات، هذه هي حفلة لصابر بن سعيد بن صابر الاكتبي يقدم لنا حفلة. اليوم يوم الاحتفالات، اليوم يوم الاحتفالات، هنا ايامنا احتفالات في هذه السنة الميلادية الجديدة. ولكن الوصول، الله 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 يا ابناء المنطقة على هذه المنافسة، على هذه المنافسة والقوة والإثارة، حيث وصلت مطرة عبد الله بن نايع بشاوي الغفلي يتقدم من خلال تواجد مطرة في هذا الشوط واللي وصلت في هذه اللحظات. وتقدمت هناك ايضا اسم شواهين مصبح بن سالم بن راشد بن بخيت الاكتبي، الوصول الاخر الدخول الجديد من بلسم حسن بن عبد الله بن غليطه الاغفلي وصل يتقدم ابو عبد العزيز ليقدم لنا هذا الشعار يذكرنا بالاسماء القويه، يذكرنا بالانتاج المميز لعلها الابرز اسيل. يتقدم بن غليطه ليقدم لنا هذه الانطلاقة، بينما الوصول هناك من خلال تواجد عجائب سلطان بن سيف بن مبارك بن غويث ياتي بن غويث يتقدم بن غويث وخطير بن غويث يوم الامس انتزع الشوط الاول ياتي للمنافسة في هذا اليوم باحثا عن الفوز والانتصار. وصلت عواصيف عبد الله بن سالم بن علي الخصوني الاكتبي وصل في هذه اللحظات مقدما لنا عواصيف، بينما الاسم القادم سرابة خليفة بن علي بن محمد بن لاحج وصل بن لاحج ليتقدم هذا الاسم من خلال هذه المنافسة ومن خلال هذا الاداء المتميز. الدخول ريماس عبد الله بن محمد بن سرحان الاغفلي
يقدم لنا ريماس في هذا الشوط. بينما وصلت في هذه اللحظات هذه مياسة سعادة سيف بن محمد ايضا برويقدة. الاكتبي وصل ايضا يبحث عن تسعيرته يجن الرئاسة، يبحث عن الفوز في هذا المهرجان الغالي. نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى الرقص التلقائي. الله الله يا هذا العزوف الكبير على البحث عن المركز الاول. هذه الانطلاقة القوية والعملاقة، شواهين مصبح بسالم بن راشد بن بخيت. الاكتبي الاكتبي على صدارة، الاكتبي على المركز الاول. وصلت بلابل عبد الله بن حسن بن احمد المرزوقي، المرزوقي يقدم بلابل ولكن مودة علي بن خاطر بن هاشل الشامسي يصل مع مودة في هذا الشوط ومع هذه الانطلاقة. عجايب بن غويث، عجايب بن غويث يتقدم سلطان بن سيف بن مبارك بن غويث يقدم لنا عجايب. بينما اللي تدخلت في هذه اللحظات القادمة حفلة صابر بن سعيد بن صابر الاكتبي، وصل الاكتبي. شوفوا الاسماء القادمة ايضا سلابة راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي، والدخول من الزاوية الاخرى، القدوم من مياسة سعادة سيف بن محمد بن رويقدة. الاكتبي وصل في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، وين الموقع؟ وين الموقع؟ الأداء المتميز الجميل للغاية من خلال هذه المنافسة ومن خلال 1500 متر المتبقية. بدأنا بالمنعطف الأخير في هذا الجو الغايم، في هذا الجو الرياضي الجميل هنا في ميدان التلة بإمارة عجمان، بإمارة عجمان. شواهين تعزف سمفونية الناموس على الوتر الاول، هي في الصدارة، هي في المركز الاول. يتقدم هناك ايضا مع شواهين مصبح بن سالم بن راشد بن بخيت الاكتبي ياتي على المركز الاول. وصلت سلابة، وصلت سلابة راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي يقدم لنا سلابة. الله 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 الله، الكيلو الاخير، الكيلو المثير، القدوم، الوصول من وضحة. علي بن عبد الله بن هاشل بن عبد الله الشامسي وصل بن هاشل، وصل بن هاشل، ولكن الصدارة المركز الاول. الله اقلاع 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 على المركز الاول. سلابة، سلابة اللي غيرت المركز الاول. راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي يتقدم مع سلابة، يسير مع المركز الاول. 600 متر الاخيرة بينما محاولات شواهين ليتقدم ايضا. هناك مصبح بسالم بن راشد ابن بخيت الاكتبي، الوصول من وضحة، وصلت وضحة. علي بن عبد الله بن هاشل ابن عبد الله الشامسي وصل، الشامسي تدخل، بدأ يقترب ايضا ويغير من مركز الى مركز، ولكن الصدارة والمركز الاول. بن صابر بن صابر بن صابر، اهالي الديد، اهالي الديد يحتفلون مع سلابة. راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي يتقدم على المركز الاول والصدارة الاولى. تهانينا على هذا الفوز، وسلام بن صابر، سلام سلابة من سلبت المركز الاول. راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني، الوصول من وضحة لعلي بن عبد الله بن هاشم الشامسي. المركز الثالث، وصلت في شواهين لمصبح بسالم بن راشد بن بخيت الاكتبي. المركز الرابع، وصول في رابع المراكز كانت مياسة سعادة سيف بن محمد بن رويقدة الاكتبي. والمركز الخامس، هناك الوصول من التماس عبد الله بن خليفة بن عنتر الاغفلي. تهانينا والناموس. اول الاشواط، اول الاشواط في سن اللقايا، اول التحديات هنا مع سلابة راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي. تهانينا لو الناموس على فوز ايضا سلابة، هي من سلبت المركز الاول وانتزعت هذا الفوز. تهانينا والناموس حيث قطعت مسافة السباق.
هنا توقيت الزمني 7 دقائق 27 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. هنا مشاهدين الأعزاء كسر حاجز 30. تهانينا سلام يا سلابة سلام وسلام راشد مصابر بسعيد الكتبي المركز الثاني 7 دقائق 30 ثانية 6 أجزاء من الثانية. هي من وصلت في وضحة علي بن عبد الله بن هاشم بن عبد الله الشامسي. تهانينا والناموس المركز الثالث كانت شواهين لمصبح بن سالم بن راشد بن مخيت الكتبي أيضا قدمت عرض رائع وجميل 7 دقائق 33 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار من خلال هذه المنافسة من خلال هذه التحديات الجميلة والكبيرة هنا في أيضا ميدان التلة. أول الأشواط مع سن اللقاية لمسافة 5 كيلومترات سلابة هي من سلبت ناموس هذا الشوط من سلبت ناموس هذا الشوط.